هذول الخمس كاميرات تعاتي، كل كاميرا بتحكي قصة. ولا مرة فكرت إني أعمل أفلام. لما بديت أصور بديت علشان فكرت يمكن بقدر أغير إشي من الوضع اللي بنعيشه. من وأنا صغير حتى كبرت وأنا بشوف وبحس كيف المناظر الطبيعية بتتدمر وبتتغير. من 5 سنين قريتي بالعين بدأت تناضل ضد الجدار والمستوطنات اللي بسببهم استولوا على الأرض. هذا النضال أثر على حياتي. ابن جبريل ولد أيام قليلة قبل بداية أول مظاهرة في القرية. هو ما عمرش عرف الحياة بدون جيش وجدار. كل مرة بتنكسر الكاميرا بجيب كاميرا غيرها. كمان اصحابي اللي ربينا مع بعض تأثروا بالنضال. ماشيين خلينا ليش ما اهل البلد يجوا وقفوا معنا؟ فيش الا انا وياك وعايد شايفين هلا لبوز المدفع والولد الصغير هذا. يعني شو بدنا نسوي؟ هذا هو باسم الفيل، بحب الجميع والجميع بحبه، الكبار والصغار. جبريل ما كانش يرضى يروح مع أي حدا، بس مع باسم كان يرضى، مش عارف ليش. معلش ما قدرت. والله جبل صفه ما عرفناش نصيله. جلا مولع جلا هيته. أربع ساعات كان معوقينا. أربع ساعات صار معوقينا. هذا أديب اللي كل يوم بستنى ساعات حتى يقدر يمر مع عيلته على أرضه. صريخ لشتيل زيب هذا ماشي لانه. زو. لو لقدير ما قدير زي ليش؟ أديب والفيل هم دائما وقود النضال في بلعين. أديب إنسان عنيد يقدرش يشوف الإشي وينصر. أدوني تحذير بكشا يا دايم لماله ما أخش لا ما تحكيك خلني وتسان أبوه كاخا تلي أنا ورتسان أبوه تلي الفيل هو إنسان طيب، لما حدا بتصاور هو أول واحد بيجي يساعد. وكان عماد أصدر عمر باعتقالي، جوزي جي يعتقلوني بالليل. وشو بدك تسوي؟ شو أنا بدي أسوي عماد؟ يلا نتحجى جبر الدينام يلا أني عيتو نايف أني بابايتش لي بمطلل السلام. هابي بيرثدي هابي بيرثدي. أنا بذكر لما صورت في الكاميرا الثالثة بعد ما اعتقلوا أخوي، أبوي وأمي حاولوا يطلعوا من الجيب، ما قدرتش أعمل شيء. فكرت إذا بصور ممكن أقدر أغير شيء. مرة من المرات الكاميرا أنقذت حياتي.
أنا بفكر في كل أولاد اللي مثل ابني جبريل أو ابن أديب بعد ما اعتقلوا أبوه. شهرات أبا سليم قديش أنا حيني. بعرف إنه في خطورة في المظاهرات، لكن ولا مرة فكرت إنه الخطر قريب إلا لما استشهد درسي. أنا رايح أستمر في التصوير لأن الكاميرا بتخليني أواجه كل التحديات وتساعدني على البقاء.